السيسي يؤكد لمستشار الرئيس الأمريكي دعم مصر للتوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية. خلال لقائه وفد المعارضة السورية، شكري يؤكد ضرورة بذل كل الجهود لوقف نزيف الدم السوري. والجيش الليبي يؤكد استعادة السيطرة على مينائي سدرة ورأس لانوفا النفطيين بالكامل. حصاد اخباري جديد ياتيكم من اون لايف، اهلا بكم. اهلا بك لبنى، اهلا بكم مشاهدينا الكرام. والى التفاصيل، اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على استمرار تعزيز وتنميه علاقاتها الاستراتيجيه مع الولايات المتحده، جاء ذلك خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الامريكي جاريت كوشنر، حيث تم استعراض الجهود التي تقوم بها مصر لمكافحه الارهاب بالتوازي مع تحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد السيسي دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، وذلك طبقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967 تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. من جانبه، أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريت كوشنر أن مصر تعد ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، معربا عن تقدير الإدارة الأمريكية ودعمها للجهود التي تبذلها مصر على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، فضلا عن دورها في دعم جهود التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية. وفي اجتماع آخر، أكد الرئيس السيسي أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتطوير حقل ضغ ومعدلات إنتاجه، ووجه السيسي وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع شركة إني الإيطالية وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال تنمية الحقل. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانها 24 بشأن العملية الشاملة سيناء 2018، وأعلنت القوات المسلحة القضاء على 32 تكفيريا شديد الخطورة والقبض على 12 آخرين خلال العمليات بنطاق شمال ووسط سيناء. كما أعلنت القوات المسلحة أنها داهمت 272 وكرا تستخدمها العناصر التكفيرية، وتمكنت من تفكيك وتدمير 15 عبوة ناسفة واكتشاف وتدمير مخزن للذخائر. كما أعلنت تدمير عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر أثناء محاولة اختراقها للحدود الغربية، فضلا عن إحباط محاولة تسلل عبر الحدود ل 1069 شخصا وخمس سيارات دفع رباعي. بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير المالية الدكتور محمد معيط آليات تطوير المنظومة الضريبية وإنهاء المنازعات الضريبية ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة. ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من برنامج الحكومة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب الفترة المقبلة، مؤكدا على الاهتمام بالملفات ذات الأولوية وهي التعليم والصحة والثقافة، وذلك بهدف تحقيق التنمية البشرية وإعادة بناء الإنسان المصري. وأكد مدبولي على ضرورة إحداث نوع من التطور السريع خاصة فيما يتعلق بإنهاء المنازعات والتصالحات الضريبية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على موارد الدولة. وفي لقاء آخر، بحث رئيس مجلس الوزراء مع محافظ البنك المركزي طارق عامر عددا من الملفات المشتركة والمهمة، وخلال الاجتماع تمت مناقشة مديونيات الجهات الحكومية للبنوك وآليات سدادها، بالإضافة إلى الدين الخارجي وتطور الاحتياطي النقدي الأجنبي وتطورات برنامج صندوق النقد الدولي وإجمالي موارد القطاع المصرفي من العملة الأجنبية. هذا وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على آلية مستمرة للتنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي بهدف دفع الاقتصاد المصري وتحسين معيشة المواطنين. إلى هذا، يتابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بشأن جهود وآلية التفاعل مع شكاوى مخالفة تعريفة نقل الركاب المقررة أو رفع أسعار اسطوانات البوتاجاز في المستودعات.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الوزراء السفير أشرف سلطان بأن رئيس الوزراء اطلع على تقرير حول شكوى المواطنين، والذي تضمن 703 شكاوى، منها 487 شكوى عدم الالتزام بتعريفة نقل الركاب المقررة بالمحافظات. وأكد سلطان على تنسيق القائم بين المحافظين وغرفة العمليات المركزية، حيث تم توجيه الشكاوى إلى المحافظات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وفد قيادة الهيئة العليا للتفاوض السورية، وذلك بمقر الوزارة. وأكد شكري على استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، وبذل كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم السوري واستئناف المفاوضات على أساس مرجعيات الحل السياسي. أعرب شكري عن تطلعه لكسر حالة الجمود الحالية التي تنتاب المسار السياسي والبناء على ما تم التوافق عليه من قبل لحلحلة الوضع الراهن وإحراز التقدم المطلوب في العملية السياسية خلال الفترة المقبلة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الأمم المتحدة فشلت في بناء الثقة مع مختلف الشعوب، منتقدا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان. هناك حالة من عدم الثقة بين الشعوب والأمم المتحدة، لذا روسيا تؤيد كل جهد يؤدي للإصلاح، ونحن نرى أن بعض الدول تتخذ قرارات فردية بناء على مواقف غير مفهومة. ففي المرحلة الأخيرة رأينا ما حدث في غزة، ومجلس الأمن كان جادا في إدانة للقصف الإسرائيلي ورد الفعل تجاه المظاهرات السلمية، وكانت النتيجة هي انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان، ونأمل أن تتراجع عن هذا القرار وأن يكون غير نهائي. جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التأكيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جدد على أن تقارير لجنة التحقيق الأممية حول القصف الكيماوي في سوريا غير دقيقة ومفبركة ولا تعتمد على حقائق وزيارات ميدانية. علقنا أكثر من مرة على تقارير لجنة التحقيق الأممية حول سوريا، وهي تقارير غير واقعية وتستند لأخبار مستقاة من مجموعات متشددة ومواقع التواصل الاجتماعي. رأينا الكثير من الفبركة من قنوات تلفزيونية أوروبية وأمريكية، واتضح في النهاية أنها تقارير وهمية. تقارير لجنة التحقيق الأممية لم تستند إلى زيارات ميدانية، لذا لا يمكن الاعتماد عليها في تقييم الوضع في سوريا. من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش أن الأمم المتحدة تدعم كل الجهود التي تؤدي إلى الحل السياسي في القضية السورية وإبقاء سوريا موحدة. نواصل جهودنا المشتركة لحل القضية السورية، وأجرينا مفاوضات مثمرة ترمي إلى وضع حلول جادة وتوفير الظروف الملائمة للحل السياسي، ونحن دائما على اتصالات وثيقة مع روسيا، ونحاول أن نصل إلى سوريا الموحدة بدون أي تقسيم وملاحقة الجماعات الطائفية وإعادة بناء المؤسسات الدستورية السورية، ونتعاون مع روسيا في جميع المراحل لهذا العمل المهم، ومصممون على إنجازه والاستجابة لطموحات الشعب السوري. قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو إن عناصر وحدات حماية الشعب الكردية سيبدأون في الانسحاب من منطقة منبج بشمال سوريا اعتبارا من 4 يوليو. وذكر وزير خارجية تركيا أن خارطة الطريق الخاصة بالحل في منبج التي تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية عليها تنفذ بالكامل، ووافقت واشنطن وأنقرة الشهر الجاري على اتفاق مبدئي تنسحب بموجبه وحدات حماية الشعب من منبج، فيما تتولى القوات التركية والأمريكية الحفاظ على الأمن والاستقرار هناك. في إطار عملية الاجتياح المقدس التي يخوضها الجيش الوطني الليبي، سيطر الجيش على ميناءي السدرة وراس لانوف النفطيين بعد معارك عنيفة كبدت فيها القوات الليبية الإرهابيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح. على أكثر من جهة وفي أكثر من جبهة يواصل الجيش الوطني الليبي عملياته العسكرية لتطهير ليبيا من الإرهاب الذي نخر في أعمدتها على مدار 7 سنوات، وتثير معركة الهلال النفطي تساؤلات بشأن توقيتها وهدفها. ففي الوقت الذي يقترب الجيش من حسم معركته ضد الجماعات المسلحة في درنا، تفتح جبهة أخرى في شرق ليبيا لطرد المسلحين من الهلال النفطي وإنقاذ مقدرات البلاد النفطية من عبث الجماعات الإرهابية في السدرة ورأس لانوف.
وبحسب محللين فإن هذا التزامن يهدف إلى العبث بمقدرات المؤسسة العسكرية وحربها ضد الجماعات الإرهابية وتعقيد المشهد الليبي وعرقلة الحل السياسي. كما تشير حجم الأسلحة والعتاد التي تركتها ميليشيات الحضران والقوات الأجنبية الملتحقة بها ما يؤكد بما لا يدع مجال للشك وجود أصابع خارجية تدعم هذا الحراك العسكري. هناك علامات كبيرة جدا تدل أن هذه الجماعة تحصلت على دعم كبير، وعلى فكرة الدعم ليس دعم مادي فقط بل هناك دعم بالأفراد. هناك معلومات كبيرة تم نقل مجموعات من تنظيم القاعدة من جبهة النصرة بالتحديد من سوريا إلى ليبيا عن طريق مهابط ترابية في جنوب ليبيا مثل سيف 300 جنوب الكفرة. وعلى المستوى الاقتصادي فإن الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحضران على الهلال النفطي تسبب في خسائر مادية تقدر حتى الآن ب 80 مليون دولار بعدما انخفض الانتاج من 1,200,000 برميل يوميا إلى 600,000 برميل فقط، بينما ساهمت سيطرة الجيش الليبي على الموانئ الليبية وطرد الميليشيات منها في تصاعد الانتاج خلال الفترة الماضية. مع تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية في درنة تحاول تنظيمات مسلحة إيجاد موطئ قدم لها في منطقة الهلال النفطي واستغلال الثروات النفطية كورقيق مكاسب، إلا أن تحركات الجيش جاءت أسرع من المتوقع وتمكن في ساعات معدودة من استعادة السيطرة على جميع الموانئ النفطية. وبالرغم من تأكيد القوات المسلحة الليبية على تحييد الثروات النفطية عن الصراع وتسليم الهلال النفطي إلى مؤسسة وطنية مدنية لإدارتها، وهو ما لا يروق للتنظيمات المسلحة التي تسعى للظهور في المشهد من منطلق القوة. إلى ذلك قال المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري إن قوات الجيش نفذت عملية الهلال النفطي في 40 دقيقة فقط، مشيرا إلى أن القوات الجوية وفرت الغطاء لتحرك قوات الجيش باتجاه الموانئ النفطية. في أثناء التحشيد بدأت القوات الجوية بطلعات من القواعد الجوية شرق ليبيا بضرب أهداف معادية في منطقة راس النوف في السدرة في بن جواد وجنوب هذه المنطقة بالكامل. لماذا هذه الغارات؟ هذه الغارات تهدف إلى شل حركة العدو، إلى تليين هذا العدو، تليين قوة العدو، إلى فتح ثغرات في قواته من خلال تدمير الأجزاء أو القوات الخارجة داخل خارج المنشآت النفطية. وبالفعل هذه الغارات كان لها دور كبير عندما تقدمت القوات اليوم من العقيلة مباشرة إلى راس لنوف ودخلت إلى السدرة بشكل مباشر، إلى بن جواد بشكل مباشر في خلال 40 دقيقة، نفذت الواجب القتالي في خلال 40 دقيقة. وأضاف المسماري أن القوات المسلحة الليبية لن تسمح بسرقة ثروات الشعب النفطية وأنها ملتزمة بتسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط. بالرغم من النفط الذي قمنا بالتضحية من أجل تأمينه وطرد الإرهابيين وقمنا بتسليمه إلى المؤسسة الشرعية في ليبيا وهي مؤسسة الوطنية للنفط، وحاولنا تحييد هذه المؤسسة عن أي أزمة سياسية، إلا أن حتى هذه اللحظة وبكل صراحة أقولها وحتى هذه اللحظة لم نتقاضى من إيرادات هذا النفط درهما واحدا، ولكن هذا قوت الليبيين ولا يمكن أبدا أن نسمح لأحد التلاعب بقوت الليبيين وأرزاق الليبيين. ما قمنا به في الهلال النفطي أو في خليج سرت ليس بالأمر البسيط، لم نحارب هذه المجموعات البسيطة التي دخلت فقط بل حاربنا مشروع كبير جدا. هذا وأعلن الجيش الليبي أن قواته تحرز تقدما في معارك مطاردة ميليشيا الجدران والقاعدة في بن جواد ونوفيلية. يأتي هذا فيما يواصل الجيش الليبي تقدمه في مدينة درنة في إطار عملياته العسكرية الرامية لتحرير المدينة من الإرهابيين. وكشف مصدر عسكري أن الجيش سيعلن تحرير المدينة خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا إلى نجاح القوات في تدمير العديد من مواقع ونقاط تمركز المسلحين. يأتي هذا في وقت استعاد الجيش الليبي أمس السيطرة الكاملة على وسط مدينة درنة عقب معارك عنيفة مع عدد من المسلحين. في بلاد الرافدين أيدت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قانونا يجب إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي. كما قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة.
أسدلت المحكمة الاتحادية في العراق الستار على واحدة من أكثر القضايا جدلا في الأوساط السياسية والشعبية، بعدما حسمت بشكل قاطع قانونية جلسة مجلس النواب التي اتخذ خلالها قرارا بتعديل قانون الانتخابات وإعادة فرز الاقتراع يدويا. المحكمة الاتحادية التي تمثل أعلى سلطة قضائية رفضت الطعون التي قدمتها رئاسة الجمهورية على الخطوات التي اتخذها البرلمان فيما يتعلق بتعديل الثالث لقانون الانتخابات، وفي الوقت نفسه رفضت إلغاء نتائج التصويت الخاص والعراقيين في الخارج. تجد المحكمة الاتحادية العليا أن توجه مجلس النواب هذا إجراء تنظيمي لعملية الانتخابات العامة ولإعادة اطمئنان الناخب إلى العملية الانتخابية ووفق صلاحيته المنصوص عليها في المادة 60 أولا من الدستور، وليس في هذا التوجه مخالفة لأحكام الدستور. قرار المحكمة الاتحادية يعني رفض المصادقة على نتائج الانتخابات قبل الانتهاء من إعادة الفرز يدويا وإلغاء نتائج العد الإلكتروني، مع السماح بلجنة قضائية منتدبة بالإشراف على هذه العملية وإقصاء مفوضية الانتخابات الحالية، ولحين ظهور النتائج ستتأجل بذلك مسارات تشكيل الحكومة مع إمكانية تبدل مواقع الكتل السياسية على خريطة مقاعد البرلمان، بعدما جاء ائتلاف سائرون بقيادة مقتدى الصدر أولا والذي أبدى تحفظا شديدا على قرار المحكمة الاتحادية. وتفتح عملية إعادة فرز أوراق الاقتراع شكوكا حول مصداقية العملية الانتخابية، خاصة إذا أفرزت نتائج مغايرة لما تم الإعلان عنه مسبقا، وما يزيد هذه الشكوك الفعل المتعمد الذي أدى إلى احتراق مجموعة من الأجهزة الإلكترونية في مخزن مفوضية الانتخابات بمنطقة الرصافة في بغداد. وقد تعزز هذه الشكوك مساعي بعض الكتل السياسية وخاصة الخاسرة إلى الدفع بإلغاء نتائج الانتخابات برمتها وإعادتها. وتملك المحكمة الاتحادية القوة الدستورية التي تلتزم بموجبها القوى السياسية بما يخرج عنها من قرارات، وجاءت خطوة إعادة فرز أوراق الاقتراع يدويا لتضع العراق على حافة مرحلة جديدة لم ترسم ملامحها حتى الآن. مشاهدينا الكرام، الحصاد ما زال مستمر، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل. ودائما أهلا بحضراتكم. نجحت القوات اليمنية المشتركة بدعم ومشاركة من التحالف العربي في التقدم على محور الخط المؤدي لميناء الحديدة في وقت صعدت ميليشيات الحوثي من أعمالها الانتقامية وقطعت طرق في المدينة الساحلية، حيث أقدم الحوثيون على شن سلسلة أعمال انتقامية شملت قصف أهداف مدنية، بالإضافة إلى اتخاذ المدنيين دروعا بشرية منذ استعادة القوات اليمنية مطار الحديدة. قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الانسحاب الكامل لميليشيا الحوثي من مدينة وميناء الحديدة هو الطريق الوحيد لتجنب تفاقم الوضع في المدينة وما حولها، مؤكدا أنه من الضروري الضغط على الحوثيين للخروج من الحديدة. وشدد الوزير الإماراتي على أن التحالف لن يسمح للحوثيين بتغيير أهدافه الاستراتيجية، إضافة لمواصلة الضغط العسكري بجانب احترام الظروف الإنسانية. قضايا عدة كانت مطروحة على طاولة مباحثات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني أنجلا ميركل في قصر الحسينية، حيث شدد العاهل الأردني على ضرورة وجود حل عادل ودائم يقود إلى قيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه دعت ميركل لإيجاد حلول للتصدي لتوجهات طهران العدائية في الشرق الأوسط. الإصلاحات الاقتصادية في الأردن وأزمات منطقة الشرق الأوسط والتي تتمثل في القضية الفلسطينية والتدخلات الإيرانية في المنطقة كانت أبرز محاور مباحثات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والمستشار الألماني أنجيلا ميركل في قصر الحسينية. الأوضاع الاقتصادية بالأردن شغلت حيزا كبيرا خلال جلسة المباحثات الثنائية، وتعهدت ميركل خلالها بتقديم كافة الدعم اللازم لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي بما فيها قرض ميسر غير مشروط قيمته 100 مليون دولار، بالإضافة إلى مساعدات بقيمة 384 مليون يورو. ستمنح ألمانيا الأردن خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار لمساعدتها على الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي، فالإصلاحات يجب أن تكون متوازنة وألا تأتي على حساب المواطنين.
العاهل الأردني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارات الألمانية أكد أن القضية المحورية في المنطقة هي القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة وجود حل عادل ودائم يقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ما زال القضية المحورية في المنطقة، ولألمانيا والاتحاد الأوروبي دور الرئيس في تعزيز جهود السلام استنادا إلى حل الدولتين، ولا يمكن أن يكون هناك سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل ودائم يقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وعلى الرغم أن ألمانيا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران رغم انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه في مايو، إلا أن ميركل أعربت بعد لقائها مع العاهل الأردني عن قلقها من توجهات إيران العدائية في الشرق الأوسط على حد تعبيرها وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، والذي أكدت أنهما بحاجة إلى حلول عاجلة. دعم ألماني كبير للأردن لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وجهود تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط والتدخلات الإيرانية بالمنطقة، قضايا طرحت على طاولة مباحثات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والعاهل الأردني امتدادا للعلاقة الوثيقة بين البلدين. بحث رئيس جنوب السودان سلفا كير مع زعيم المتمردين رياك مشار سبل إعادة السلام إلى بلدهما، وعقد الاجتماع بين كير ومشار في مقر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي يرأس المنظمة الإقليمية إيجاد والتي تحاول تحريك عملية السلام في دولة جنوب السودان وإنهاء الحرب الأهلية في تلك المنطقة. ومن المقرر أن تعقد قمة الإيجاد لبحث الوضع الأمني في دولة جنوب السودان. أعلن البيت الأبيض أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون سيتوجه الأسبوع المقبل إلى موسكو للإعداد للقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وكان بوتين أعلن في مطلع يونيو الجاري عن استعداده للقاء ترامب، موضحا أن العديد من الدول على غرار النمسا بشكل خاص مستعدة لاستقبال لقاء القمة هذا. هاتفيا معنا دكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة واشنطن. دكتور إدموند أهلا بحضرتك. يعني البعض يرى أن حالة العلاقات الروسية الأمريكية الآن تشهد تضاربا في كافة القضايا الدولية ولا تشهد تقاربا سوى فقط في مكافحة الإرهاب. حتى مكافحة الإرهاب هناك خلاف على ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، من تعتبره روسيا إرهابا لا تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، وهل يرجح ذلك كفة من يرى بأن اللقاء قد لا يتم أو أنه لم يتعدى كونه لقاء إعلاميا في المواقع وفي القنوات التلفزيونية؟ طبعا لا نعلم إذا كان هذا اللقاء سيتم أم لا. بدون شك أن الرئيس ترامب قبل انتخابه خلال حملته الانتخابية وبعد هذه الحملة عبر عن رغبته في تحسين العلاقات مع روسيا، قال بأنه يرغب في عقد لقاء قمة مع الرئيس الروسي، والرئيس الروسي استجاب لذلك، ولكن كما نعلم جميعا ظهرت عدة ظروف. أهمها طبعا كان الاتهام بالتواطؤ بين حملة ترامب وروسيا من قبل المؤسسة الأمريكية، الأمر الذي لا نزال نرى الكثير من تداعياته حاليا في الولايات المتحدة، حيث نشهد حرب أهلية سياسية في الولايات المتحدة بين المؤسسة وبين الرئيس ترامب وأنصاره. وبالتالي فأن هذا السؤال لا يزال طبعا هناك أسئلة حوله، ولكن المثير أيضا هو أن الرئيس سيبعث مستشاره لشؤون الأمن القومي إلى موسكو، ويعتقد أن ذلك لترتيب لقاء إما قبل عقد مؤتمر قمة حلف شمال الأطلسي أو بعد زيارته إلى لندن في 13 يوليو القادم. وبالتالي فأنه يبدو بأن هناك مؤشرات أن الرئيس يرغب في عقد هذه القمة الآن. طبعا هل ستكون هذه مجرد قمة إعلامية يعني تأخذ فيها صور، أم أنه ستكون هناك أمور حقيقية ستتم مناقشتها؟ طبعا هناك عدد من المحللين الأمريكيين، وإن كانوا لا يمثلون الأكثرية في الولايات المتحدة، الذين يعتقدون بأن مصلحة الولايات المتحدة تتطلب تحسين العلاقات مع روسيا، لأن هناك الكثير من القضايا التي لا يمكن حلها بدون روسيا، أحداها ربما ستكون موضوع الانتشار النووي، موضوع كوريا الشمالية،
كوريا ستحتاج إلى ضمانات، وهذه الضمانات لن تأتي أو لن تقبل بها كوريا إلا ما لم تأتي من دول مثل روسيا والصين بأنها إذا تخلت عن أسلحتها النووية فأن هذه الدول ستقف وراءها. أيضا موضوع الوضع في سوريا بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى، كما أن هناك أمر آخر أشار إليه أحد المسؤولين الاستخباراتيين البارزين فيليب جيرالدي، وقال أن أحد الأمور التي يعرفها ترامب جيدا هي أنه رفاهية الولايات المتحدة ستستمر إذا كان قادرا على إقامة علاقة تنافس وتعاون مع روسيا وربما حتى مع الصين، وأنه ما لم يحدث ذلك فأن هذا قد يؤدي إلى مواجهات مع البلدين قد تنهي هذه الاستقرار العالمي وربما تهدد العالم ككل. طيب دكتور إدموند، يعني بريطانيا لديها مخاوف بشأن حدوث تقارب ما بين الرئيسين قبل قمة أنيتو في 11 من الشهر القادم أو قبل زيارته إلى لندن في 13 من الشهر القادم أيضا، هل بريطانيا لها حق في هذه المخاوف؟ هي تخشى من أن تؤثر أو يؤثر هذا التقارب ما بين الرئيسين على أهداف حلف أنيتو؟ بدون شك أن هناك عدة دول في حلف شمال الأطلسي وبينها بريطانيا، خاصة بعد الاتهامات التي وجهتها بريطانيا إلى روسيا بأنها كانت وراء محاولة اغتيال عميل استخباراتي سابق وابنته في لندن. طبعا هناك الكثير من الأسئلة حول ما إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة أم لا، وإذا كانت هناك إثبات لها، ولكن بغض النظر فأن البريطانيين والألمان والفرنسيين إلى حد ما قلقين، ولكن هناك أوروبيين آخرين يريدوا تحسين العلاقات بينهم النمسا، بينهم إيطاليا، بينهم عدد من الدول الأخرى التي ترى أن مصلحة أوروبا تتطلب تحسين العلاقات مع الروس، ولكن القيادات حلف شمال الأطلسي والمركب العسكري الصناعي التقني الإعلامي الذي يرغب في مواجهة الروس أو في تحدي الروس يرى بأن أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة يقوم الرئيس ترامب في هذه المرحلة بعقد لقاء قمة. طبعا الرئيس ترامب له وجهة نظر فهو يرى بأن الأوروبيين الذين وصفهم بأنهم دول غنية إلا أنهم يريدون من الولايات المتحدة أن تتحمل أعباء الدفاع عنهم في نفس الوقت الذي يدفعوا فيه باتجاه حالة من اللا حرب ولا سلم مع روسيا. وصلت الصورة دكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة واشنطن، شكرا جزيلا لك. قمة مرتقبة الشهر المقبل تجمع دول حلف الناتو لبحث العديد من الملفات والقضايا التي مثلت نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين، من بينها ملف التجارة والمناخ والاتفاق النووي مع إيران. ملفات وقضايا أثارت الجدل والخلاف داخل دول حلف الناتو خاصة الولايات المتحدة، والتي اتخذت مواقف أحادية تجاه العديد من الملفات مثل التجارة والمناخ والاتفاق النووي مع إيران. رغم هذه الخلافات إلا أن الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ قد أعلن عن ثقته في أن أعضاء الحلف سيظهرون وحدتهم في القمة التي ستعقد الشهر المقبل على الرغم من وجود خلافات كبيرة بين الولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيين. نرى اختلافات بين الولايات المتحدة وبقية الحلفاء حول قضايا مثل التجارة والمناخ والاتفاق النووي الإيراني، وهناك خلافات داخل أوروبا أيضا حول الاتجاه المستقبلي للاتحاد الأوروبي، لكن هذه الخلافات لن تكون سببا في انهيار التحالف عبر الأطلنطي. أتطلع إلى الترحيب بالرئيس ترامب وكل رؤساء الدول والحكومات الآخرين في بروكسل الشهر المقبل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، وأنا من أننا سنتمكن من إظهار الوحدة واتخاذ القرارات معا. أتوقع أن يكون الرئيس ترامب قويا جدا في مسألة زيادة الإنفاق على الدفاع. الإنفاق العسكري ودعم التحالف كان أيضا من أبرز التحديات التي هددت تماسك الحلف خلال الفترة الماضية، ولقد نادت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا أن تحترم الدول الأعضاء تعهدات الإنفاق العسكري لضمان ألا تخفف الولايات المتحدة دعمها للحلف، ما جعل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن يتوقع زيادة الدعم من قبل الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
متفقون على زيادة استعداد القوات وإنشاء هيكل تنظيمي لحلف الناتو وتطوير مهمة التدريب في العراق وتوفير الأموال والتمويل لقوات الناتو في أفغانستان والتعاون مع الاتحاد الأوروبي. ليس فقط أمور الدعم أو الإنفاق أو قبول ورفض بعض الاتفاقيات، ولكن التعامل مع القوى الخارجية في إطار دبلوماسي يمثل حالة من القلق لدى بعض دول التحالف، خاصة وإن تطرق الأمر للتعامل مع روسيا. تحديات كبيرة تواجه دول حلف الناتو من أجل تخطي الخلافات والوصول إلى صيغة مشتركة يتوافق عليها الجميع، بما يضمن استمرار وجود الحلف كدرع يحمي الدول الأعضاء من التحديات الإقليمية والدولية. وفقا لاستطلاعات الرأي، يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحديا كبيرا خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في البلاد الأحد المقبل، في ضوء تدني شعبيته وعدم استطاعة حزبه تحقيق الأغلبية البرلمانية. وهو ما مهد له أردوغان بإمكانية تشكيل ائتلاف انتخابي في حالة عدم حصولهم على نصف مقاعد البرلمان المقبل. تدشينا للانتقال إلى نظام رئاسي في تركيا تم إقراره بأغلبية بسيطة في استفتاء أجري العام الماضي، وسعى له بكل قوته الرئيس رجب طيب أردوغان. تجري الأحد المقبل انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة يخوضها أردوغان وحزبه الحاكم بهدف ترسيخ سيطرتهم على مفاصل الدولة التركية التي يهيمنون عليها منذ نحو 16 عاما. وقبل ساعة من انطلاق ماراثون الانتخابات، وفي اعتراف بصعوبة العملية الانتخابية التي يواجهها حزب العدالة والتنمية الحاكم وإمكانية فقدان الأغلبية البرلمانية، أشار أردوغان إلى إمكانية تشكيل ائتلاف حاكم داعيا الأتراك إلى التصويت لحزبه. كل صوت لتحالف الشعب في 24 من يونيو سيكون المسمار الأخير في نعش النظام القديم في تركيا. في 24 من يونيو كل تصويت لصالح حزب العدالة والتنمية سيضمن مستقبلنا. اعتراف أردوغان جاء بعد أن أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات ستشهد منافسة أكثر احتداما مما كان متوقعا، حين دعا أردوغان للانتخابات المبكرة في إبريل الماضي، وهو ما يشير إلى أنه قد يخوض جولة إعادة لانتخابات الرئاسة ضد مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجي، بعد أن هبط تأييد الأردوغان بواحد وستة من عشر نقطة مئوية في أسبوع واحد. إن الدستور يسلم كل شيء، الميزانية والولايات القضائية والتشريعات لشخص واحد، وهذا يحدث لأول مرة، لذا لا ينبغي لنا تسليم هذه القوة لشخص واحد بما في ذلك أنا. وأردوغان الذي فاز بما يقرب من 12 معركة انتخابية منذ وصل حزبه العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002 يواجه انتقادات عنيفة جراء هبوط الليرة التركية واتباعه إجراءات قمعية ضد معارضيه منذ محاولة التمرد الفاشلة في 2016، والتي كانت ذريعة لإسكات المعارضة بعد حملة واسعة اعتقل فيها 160 ألف شخص وعزل عددا ممثلا من وظائفهم وفقا لمنظمة الأمم المتحدة. وتعاني حرية الصحافة من قيود كبيرة في تركيا جعلها تحتل المركز 157 من بين 180 دولة طبقا لمنظمة صحفيون بلا حدود، وتحول صوت أردوغان إلى الصوت الأول في الإعلام التركي الرسمي خلال الفترة الأخيرة، حيث خصصت له 67 ساعة من بثها الشهر الماضي في إطار الاستعداد للانتخابات، فيما لم يحظى منافسه الرئيسي محرم إنجي سوى بأقل من 7 ساعات. وحول الانتخابات الرئاسية التركية المرتقبة، معنا عبر الهاتف الآن السيد كرم سعيد الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك أستاذ كرم. يعني نحن الآن أمام انتخابات رئاسية تركية تجهز بشكل أو بآخر بالانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي وسط تحديات كثيرة، سواء كانت داخلية اقتصادية وأيضا قمع للحريات في الفترة الأخيرة وتحديات أخرى خارجية بسبب التدخل التركي بشكل كبير في الشؤون الداخلية لبعض الدول الأخرى، مما جعل منها خصم للعديد من الدول على مستوى العالم. إذن ما هو التحدي الأكبر الآن أمام أردوغان في خوض غمار هذه الانتخابات؟
أبصار أن هناك عدة تحديات تواجه الرئيس التركي. صحيح أن فرص حصوله على المنصب الرئاسي تبقى هي الأوفر برغم من منافسة شديدة من مرشح المعارضة محرم إنجا ومن مرشحة حزب الخير ميرال أتشنر المعروفة بالمرأة الحديدية والتي تولت منصب وزير الداخلية في وقت سابق، واستطاعت أن تؤسس حزب وسط بأساسية محتقنة، واستطاعت أن تضم إليها طيف واسع من النواب. لكن بحكم سيطرة حزب العدالة والتنمية على مقدرات وهياكل مؤسسات الدولة التركية وسيطرته على أكثر من 80% من المؤسسات الإعلامية، أتصور أن هذا بيعطي دفعة أو بيزيد من فرص وصول أردوغان إلى المنصب الرئاسي في جولة الانتخابات التي تم تبكيرها لأكثر من عام ونصف العام. لكن أتصور أن الفوز هذه المرة سيكون انتصار بطعم الخسارة، خاصة أن نسب الفوز التي اعتاد عليها حزب العدالة والتنمية لم تعد كما كانت، والدليل على ذلك ما حدث في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي شهدتها تركيا والتي حولت البلاد لجهة النظام الرئاسي. بالكاد فازت هذه التعديلات أو تم إقرار هذه التعديلات بنسبة 50.5%، وهذه نسبة كانت ضئيلة برغم من توقع الرئيس التركي نفسه أن تحظى هذه التعديلات بأكثر من 70%. لكن في الحقيقة هناك جملة من التحديات التي تواجه الرئيس التركي في ولايته الجديدة، أولها معالجة حالة الاحتقان السياسي والاحتقان المجتمعي التي وصلت إلى الذروة، كيل الاتهامات بالجملة إلى جماعة فتح الله جولن، وحتى الآن لم تستطيع تركيا أن تقدم دليل ملموس على تورط جماعة فتح الله جولن في الانقلاب الفاشل في يونيو 2016، وإن كانت جماعة جولن هي الأخرى لم تستطيع أن تقدم دليل تبرئتها حتى الآن. هناك أيضا معضلة الحريات ومعضلة الصحافة في تركيا. هناك أكثر من 300 صحفي قيد الاحتقال، بالإضافة إلى عشرات الصحف التي تم إغلاقها، عشرات المؤسسات الإعلامية التي تم إغلاقها. أيضا هناك محاكمات غير قانونية ولا تتم ولا تحظى بحصانة قضائية، يعني حتى المحامين الذين يتقدمون للدفاع عن المتهمين سواء من قبل الحكومة بالانتماء إلى منظمات إرهابية أو غيرها لا يتم تقديم حصانة لهم، ومعروف أن الدفاع جزء مهم ومساوي للنيابة العامة في المحاكمات الطبيعية. وأتصور أن ممن درسوا القانون وهذه القضية تحديدا أستاذ كرم، يعني جاء انتقاد كبير من قبل المجتمع الدولي على قمع الحريات في تركيا خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، ولكن هناك حديث آخر عن الأكراد. هل يمثل الأكراد حجر عثرة أيضا أمام يعني أردوغان في هذه الانتخابات المرتقبة التي يعني بعد عدة أيام ينتظرها الشعب التركي؟ الحقيقة أن الأكراد في تركيا تعرضوا لمظلومية شديدة، يعني تاريخيا الأكراد اصطفوا إلى جوار الأتراك السلاجقة في مواجهة الدولة البيزنطية، واصطفوا إلى جوار العثمانيين في مواجهة الدولة الصفوية، حتى أنهم انضموا إلى كمال أتاتورك في تأسيس وإعلان الجمهورية التركية على حساب السلطنة العثمانية. لكن في كل الأحوال وخذلهم كمال أتاتورك في معاهدة لوزان عندما تخلى عن كل تعهداته بمنح الأكراد حكم ذاتي والتمهيد لإقامة دولة مستقلة تضم معها الكيانات الكردية أو المساحات الكردية في منطقة الأناضول. الأكراد هنا في الحقيقة في معضلة صعبة، ليس في تركيا فقط وإنما حتى في الدول الموجودين فيها. في سوريا تم خذلانهم بشكل كبير برغم ارتفاع أسهم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري في مواجهة تنظيم داعش واعتماد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير عليه والتعويل عليه، تم خذلانهم بعد توقيع اتفاقية منبج ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا مؤخرا، ثم سيطرة الأتراك على منطقة تاترين وإعادة الهيكلة الديمغرافية في هذه المنطقة بهدف إقصاء الأكراد وتشتيت نفوذهم. أيضا في تركيا هم يعانون معضلة كبيرة. كان هناك اتفاقية سلام تم قرارها في 2012 لكنها سقطت في 2015. صحيح أن حزب العدالة والتنمية أعطى مميزات كبيرة للأكراد مقارنة بكل الحكومات التركية السابقة، لكن هناك مأزق وهناك أزمة شديدة بين الحرية والعدالة وبين الأكراد. لكن لمن سيصوت الأكراد؟ في تقديري الشخصي أن الأكراد مضطرين آسفين وليس لديهم ربما خيار سوى التصويت للرئيس التركي ربما في الجولة الثانية. في الجولة الأولى قد يصوتون لصلاح الدين ديمرتاش أو آخرون، لكن في الجولة الثانية
الضحية حين تصوت للجلاد رغم أنفها، لأن الأكراد يعتقدون في نهاية المطاف أن الجلاد الإسلامي ربما أهون وأخف حدة من الجلاد العلماني، لديهم خبرة سيئة مع حزب الشعب الجمهوري مع كمال الدين أتاتورك، لكن مع أردوغان تم منحهم بعض الامتيازات النسبية، وإن كانت هناك حالة من الاحتقان بين الطرفين لكن مضطرين آسفين للتصويت. ولكن يعني في الجولة الثانية. نعم أستاذ كرم، وسط هذه التحديات الكثيرة التي تواجه أردوغان يبقى أيضا أردوغان يحظى بشعبية في الداخل التركي ويمثل الرقم الأكبر في تركيا حسب قول بعض المحللين السياسيين. نشكر الأستاذ كرم سعيد الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. إذن مشاهدينا الكرام، الحصاد ما زال مستمرا ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد وإلى سياق الحصاد مرة أخرى. دشن رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج السيسي زعيمي وأفتخر الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا على الموقع، معبرين به عن دعمهم للرئيس ووقوفهم خلفه في كل القرارات. وجاءت تعليقات المشاركين بالهاشتاج معبرة عن الدعم الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في إصلاح المنظومة الاقتصادية وإنشاء المشروعات القومية والتنمية، ما يقلل من نسب البطالة ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب. عين لواء أركان حرب محمد عباس حلمي قائدا للقوات الجوية خلفا للفريق يونس المصري الذي تولى منصب وزير الطيران المدني في حكومة المهندس مصطفى مدبولي. انعقد منتدى الأدب العربي الصيني للمرة الأولى تحت عنوان الإبداع الأدبي على طريق الحرير الجديد، وناقش المنتدى عدة محاور مشتركة بين الدول. تحت شعار الإبداع على طريق الحرير الجديد انطلقت الدورة الأولى لمنتدى الأدب الصيني العربي بتعاون بين الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب واتحاد كتاب الصين ونقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بمشاركة كبيرة من الدول العربية. هي جت أولاً الفكرة جت بالتزامن بيننا وبين الصينيين. إحنا أطلقنا في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب منتدى الأدب العربي والعالم نحو تعريف العالم بأدبنا وبثقافتنا. في نفس الوقت فكر المستشار الثقافي الصيني في القاهرة الدكتور صخر بفكرة المنتدى يعني في حد ذاته، وسريعا انعمل يعني كانت الفكرة بدأت في شهر مارس الماضي واليوم نجد نتائجها. تطوير العلاقات التعاون الثقافي والفكري المشترك بين الأدباء والكتاب والمفكرين الصينيين والعرب، اهتم المنظمون بإقامة هذه الدورة لتبادل الثقافات لتصل إلى أكبر عدد من المواطنين لتطوير والحفاظ على التراث المصري. طريق الحرير القديم كان يربط مجموعة من الدول الكبيرة، وكانت هذه حركة تجارية التي كانت تقوم كانت يتم من خلالها تلاقح ثقافي وتبادل معرفي وفكري من خلال حركة التجارة. هذا يأتي انطلاقا من
نقطة هامة جدا تقع على عاتق وزارة الثقافة في المرحلة القادمة، وهي الإسهام أو دعم أي جهد يستهدف استعادة الريادة الثقافية المصرية بالانفتاح على الثقافة المصرية، الانفتاح على العالم العربي، انفتاح على الثقافات الأفريقية. تسعى وزارة الثقافة المصرية دائما إلى بناء منظومة ثقافية جديدة تعمل على الشراكة المحلية والدولية لتخلق روحا من تبادل القيم الثقافية تحترم التنوع وتحقق التنمية المنشودة. في 21 من يونيو منذ عام 2014 ويحتفل العالم باليوم العالمي لليوغا، واحتفاء بهذه المناسبة نظمت سفارة الهند بالقاهرة احتفالية بحديقة الحرية ضمن عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية لهذا العام. حركات جسدية وعقلية وروحية هندية الأصل، اليوغا من أجل السلام شعار رفع للاحتفال باليوم العالمي لليوغا للعام الرابع على التوالي. أقامت سفارة الهند بالقاهرة احتفالياتها في هذا اليوم، حيث تعد اليوغا أكبر الصادرات الثقافية للهند والتي أصبحت تغزو العالم. في يونيو من عام 2014 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا وافق عليه عدد قياسي من الدول، بلغ 177 دولة، يقضي بالاحتفال باليوم العالمي لليوغا، وهو يوم 21 من يونيو من كل عام. اليوغا من أهم كنوز الحقيقة الهند، فأنا فرحانة الحقيقة إن النهاردة الأول مرة أبدأ يوغا، واليوغا مهمة جدا للبدن وللصحة البدنية والصحة العقلية والنفسية. فبين تقنيات التنفس والاسترخاء والحركات الجسدية تمتد أصول رياضة اليوغا إلى 5000 عام، وتتعدد أنماط ممارستها اليومية إلى 100 نموذج، بعضها بحركات سريعة والبعض الآخر بحركات استرخائية تعزز الصحة العقلية والجسدية وتكافح الأمراض غير المعدية. والحقيقة اليوغا من أجمل الحاجات اللي ممكن نقدمها لأولادنا وللناس عموما في الظروف الضغوطات اللي احنا فيها دي، فهي تمارين حلوة قوي لجسدك والعقلك والروحي. اليوغا بتعلم الانسان يكون دواخله ملك لي على المستوى الفكري، ما تكونش ملك للظروف، ما تكونش ملك للاحداث، تكون هي ملك لي. بيتفاعل مع اللي حوالي، ولكن بيتفاعل وهو على تناغم مع نفسه وليس على صراع داخلي مع أفكاره أو مع مشاعره. تناغم بين الجسد والعقل بهدف الارتقاء بصحة الإنسان والشعور بالحرية، رسالة تسعى الهند لإيصالها من خلال عدد من الاحتفاليات والأنشطة الثقافية المختلفة. سالي سالم، أونلايف. وفي أخبار كأس العالم، أدى المنتخب الوطني مرانه على ملعب أحمد أرينا بجروزني استعدادا للقاء السعودية يوم الاثنين المقبل في ختام مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم، بعدما تأكد خروج الفريقين من الدور الأول. ويتبقى للفريق مران وحيد في الرابعة من مساء اليوم في جروزني قبل التوجه إلى مدينة فولغوغراد غدا لأداء المباراة. إلى هنا مشاهدينا ينتهي حصادنا لهذه الليلة، ولكن لن يتبقى إلا تذكرة بأهم العناوين. السيسي يؤكد لمستشار الرئيس الأمريكي دعم مصر للتوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية. خلال لقائه وفد المعارضة السورية، شكري يؤكد ضرورة بذل كل الجهود لوقف نزيف الدم السوري. الجيش الوطني الليبي يؤكد استعادة السيطرة على ميناءي السدرة وراس دانوف النفطيين بالكامل. إذن مشاهدينا الكرام، نحن مستمرون معكم على رأس كل ساعة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.